أكيد وكل عادة نحب نتوجه بالشكر، شكر كبير لإكزيست، إكزيست نوتر سبونسور، إكزيست لمارك دي بري أبورتي بور أوم نيميرو أن في تونس، تحية دائما وأبدا لإكزيست، وتحية دائما وابدا لعناصرنا الوطنيه اللي قاعده تحضر في المباريات وتحضر في مباراه غدوه رغم الصعوبات ورغم الكوفيد 19 واللي ضرب اكثر من 12 ملاعب. يا بيسالش نعطيك حاجه فضل. في اللايف كملت السبونسور كملنا سيدي نجم نتدخل لكذلك ملاحظه واجهه جدا جدا أي. والشيء من مأتاه لا يستغرب لتفسير ظاهره الكورونا لسي ناصر. وشكون اعطاني الملاحظه هذه؟ صديقنا لطفي العماري. ايوه تحيه لي. قال لك احنا منين جاتنا الكورونا؟ بعد ماتش موريتانيا كل بونتو بالبوس والتعنيق حتى ضربنا الكورونا، موريتانيا ما ماركيتش دونك ما عنقوش بعضهم وشو الفريق الاخر الفرق اللي ما ماركيوش اهداف الكلهم ما عرفوش بعضهم. بالنسبه لك انت البوس والتعنيق هو سبب الكورونا في المنتخب التونسي. بالنسبه للعماري مش بالنسبه لي انا. واضح. تحيه لطفي العماري. وكما قلت مباراة غدوة ضد المنتخب الغامبي، خلينا نبدا مع نادر، يهمه الجمهور التونسي انه يعرف رايه في اداء المنتخب الى حد الان وهو متابع جيدا للمنتخب الوطني التونسي ومشاركة تونسية في البطولة العربية وايضا في بطولة امم افريقيا، كيفاش يظهر لك المنتخب التونسي الى حد الان؟ الحقيقة المنتخب التونسي في البطولة العربية بداية كان بأداء رائع الحقيقة، رغم في كتير من الأوقات أو في بعض الأوقات كان في بعض الانتقادات على المنتخب التونسي، إنما أنا شايف الحقيقة الأداء اللاعبين كان دائما عنده المبادرة، عنده المبادرة الهجومية. حتى مباراة مصر الحقيقة يعني المباراة كان ممكن تروح لبعيد، إنما أنا شايف المنتخب التونسي عنده جرأة هجومية دائما من خلال لاعبينه وطريقة اللعب اللي بيلعب بيها منذر الكبير الحقيقة. بس أنا شايف في البدايات بتفرق جدا في الطريق، يعني خسارة المنتخب مع طبعا كل التحفظات على الحسب من الحكم والكوميدي يعني حاجه كوميديه هذه عمرك ما عشتها؟ لا لا عمري ما عشتها بصراحه. هو مصمم هو مصمم ما اعرفش كان عنده حاجه ولا مشغول ولا ولا حاجه ولا كده. انما انا شايف المنتخب التونسي اداؤه الحقيقه اداء جيد، يعني رجوعه كمان للماتش الثاني. موريتانيا فريق مش سهل، يعني موريتانيا مع جوميز المدرب البرتغالي انا شايف ان هو مدرب عنده شخصيه وعنده شخصيه قويه مع المنتخب الموريتاني، يعني ما يغرناش ان عشان النتيجه كبيره فبالتالي هو المنتخب ضعيف، لا بالعكس انا شايف المنتخب الموريتاني من افضل المنتخبات تطور في افريقيا. انما المباراه جامبيا هي مباراه فاصله بالنسبه، ودايما الحقيقه الصعوبات بتولد قوه في الـ في الـ في, الـ في الاستمرار، يعني وياما كتير من المنتخبات مش بس في افريقيا في كاس العالم ممكن يتوقع ان هي تروح لبعيد وتخرج من الدور الاول. فانا شايف الحقيقه ان صعوبه المباراه الاولى مع مالي هتدي قوه للمنتخب التونسي في مباراه جامبيا. طيب مراد، هو مش نكونوا دخلنا للتاريخ مرتي في كاس امم افريقيا، هذه دخلنا بالتاريخ في التاريخ بتحكيم سيكازوي ومباراه توفى في الدقيقه 85، ودخلنا للتاريخ لانه في دوره نهائيه يعني على شكل كاس امم اوروبا او كاس مجمعه او نهائي كاس عالم، اول مره فريق باش يكون عنده 13 لاعب غير متوفرين لاسباب طبيه قبل مباراه رسميه. يعني لو كان في رأي لو كان نتعداو الحاجز الاول اللي هو مباراه مالي واللي كان نوع من التروماتيزم يعني ونزيدوا نتعداو الحاجز هذايا ضد غامبيا، مع العلم المباراه هذايا ما عادش مصيريه، معناها نجموا نتعادلوا باش نتعادلوا نترشحوا، حتى كان نخسروا نترشحوا، دونك كما قال ناصر قبليك الضغط اقل. باش تخلق، وفي هذا نوافق نادر السيد، تنجم ممكن واني تخلق للطاقم الفني وللملاعبيه وللجروب حاجه وحده، احساس بالانتماء، احساس انهم ينجموا يذلوا كل الصعاب، ينجم يوصل لبعيد الفريق هذا، بغض النظر على الامور الفنيه. وناصر تعرف ونادر تعرف اكثر مني، ساعات احيانا مش الفرق اللي فيها اكثر مواهب هي اللي توصل لبعيد، تنجم ما تكونش عندك كراك، تنجم ما تكونش عندك محمد صلاح، تنجم ما تكونش عندك اشرف حكيمي، ولكن في الاخر توصل للفاينل مثلا. وبعد ساعات تصديق كلامك مراد، الكريز هما اللي يعملوا المنتخبات. الكريز اللي خلق الدوله كيما ولا صعوب وتتعدى وتدخل في اللونجينمون نتاع الربح نتاع الفيكتوار وتربح تولي تمشي لبعيد، هذاك علاش معناتها مهم برشا الحاجة. انا حبيت نتفاعل مع مراد في خصوص الفرق اللي ظهرت في بطولات كبيره في الكوره ومعناها خلقت لاسونساسيون وهزت القاب،
معناها كي نذكروا الدنمارك عام 92 ماشي للبطولة صحيح. وكأنهم سواح كما قال عبد الحليم حافظ قبل البطولة وربحوا بطولة أوروبا في السويد 2-0 قدام ألمانيا. كي نتذكروا عام 1950 كأس العالم البرازيل تلعب في الماراكانا قدام 200 ألف متفرج، يطلع لها لاعب في آخر دقائق المباراة من الأوراغواي اسمه جيجيا يسجل هدف ويكون يوم الحزن الوطني الذي لا ينسى في البرازيل. كي نتذكروا اليونان في كأس أوروبا 2000 وأنا كنت حاضر معناها كمراسل وقتها 2004 في البرتغال والبرتغال معناها بروي كوستا بفيجو بكريستيانو رونالدو نجم ساعد والبلد المنظم وجيك معناها ضربة رأسية من لاعب مغمور اسمه خاريسياس يغير وجه التاريخ ويهدي لليونان هدف لصفر. هذم كل نقولهم راهو باش نزيد نشجع ونعطيوك الدفع الإيجابي لأبنائنا. لا راهي الكرة كرة صحيح، تكتيك صحيح، فنيات صحيح، لكن في جانب آخر وجدان وقوة وإرادة ومعنويات. وفما مثال آخر 2006 إيطاليا كأس العالم 2006 في ألمانيا جمعة قبل جمعتين قبل بداية كأس العالم فضيحة كالتشوبولي واليوفي اللي عندها تقريبا 6 أو 7 لاعبين تطيح للدرجة الثانية وزلزال يهزكوا القدم الإيطالية. إيطاليا ما تعديش للدورة الثانية. وإيطاليا كانت أمورها ما تعجبش وربحت مباراة وبعدها مباراة وبعدها مباراة وهزت الكوب دي مون في الفينال في برلين. أهم مراد أهم حاجة الحقيقة لأن يهمني المنتخب التونسي زي المنتخب المصري أكون صريح معاك يعني إن مقولة إن في غياب 10 أو 12 لاعب ما تأثرش أو ما تبقاش هي نغمة الكلام أو تبقى الشماعة في ما قبل المباراة يعني إن إحنا غايب لأن كل لاعب في القائمة اللي مسافرة على كأس أفريقيا عنده الاستعداد إنه يلعب وعنده المؤهلات معايا فنحترم طبعا اكيد اللاعبين اللي غابوا عن الفريق ممكن اكيد بيضيفوا انما ده ما يقللش من اللاعبين الموجودين اللي هم هيلعبوا ولا غلط كلام يعني لان في الاخر لما نيجي نتكلم ان كورونا خلاص كلنا عارفين ان في كورونا وبالتالي 28 لاعب اعتقد او اكثر من 28 لاعب 28 لاعب فيهم 4 حراس مرمى نادر. نحب نسال النقطه نتاعك ايجابيه ربما وهامه تخليني نطرح السؤال على الدكتور باش يلبس الكاسكيت نتاع الدكتور حتى يعطينا ربما اكثر ايضاحات بالنسبه للاعبين اللي اصيبوا بالكوفيد 19 كيفاش ينجموا يرجعوا قداش ينجم الوقت باش يرجعوا وهل كي يرجعوا بعد ما يبراوا ويتعافوا يرجعوا في نفس ربما الحضور الذهني والبدني والا لا؟ اللاعبين اللي تضربوا بالكوفيد قبل مباراه موريتانيا اللي هما نورمالمون عندهم منهيرين 3 أيام ويقولوا حاملين للفيروس ووقتها بالتيست رابيد هذاك بالبي سي ار في اليوم اللي بعده شلقنا بهم معناها عندهم تفطلنا اللي هما عندهم معناها الكوفيد. ليش ما يفهمش معناها؟ هذوكم عادل عندهم اكثر شانس ان شاء الله باش يكونوا موجودين في الدور الثمن النهائي لو كان ما عندهمش عوارض بوست كوفيد لا قدر الله على مستوى القلب على مستوى الشرايين على مستوى الرئة. لو كان كل الفحوصات الطبية والتحاليل تكون نيجاتيف تكون سلبية قادرين باش يرجعوا لكن هل قادرين باش يرجعوا ب 100% من المؤهلات؟ التجربة تقول لنا واللي قاعدين نراو فيه ونعيشوا فيه مع فيروس حديث العهد قول لنا اللي صعيب شوية لازموا 4-5 أيام مع العديد من معناها خلينا نقولوا ليزيكزيرسيس سبيسيفيك مع معناها فهمتي تغذية معينة باش يرجع بشوية بشوية باش نلقاوه في أوج العطاء بعد أسبوع 10 أيام. أنا السيد حبيت نسألك على حاجة مهمة برشا ما نعرفش وقت اللي يبدا الملاعب مريض عنده الفيروس نتاع كورونا خاطر نعرف اللي فما واحد تجي عوارض كبيرة واحد ما تجيش عوارض قلنا بكري ينجمش في الفترة هذيك فماش تمارين خاصة فماش فما إمكانية نتاع تمارين يلزمها تكون باش ما تخليش من الناحية البدنية نجم يتيح ما نجم يعمل ديزيفور كبار صغار نجم يخدم في بيته بسكليت ما نعرفش ينجم اي حاجه بالفيروس بالمتحور الحالي اللي هو اشد هو اقل سامحني معناها خطوره واقل معناها اعراض حميه وجيعه راس دوران في الراس معناها لا قدر الله تقيؤ اتسترا هذوما موجودين اقل بارابور على الفيروس الاولاني دونك ينجم الاطار الطبي يعطيه بروجرام سبيسيفيك بروجرام باش هو يتبعه فيه تمارين يومية خفيفة
كما لاعب مثلا تلقاه مثلا تلقاه يتضرب على مستوى الظهر اما يكمل يعمل شويه تمارين على مستوى الساقين فهمني شويه رفورسمون مسكولير شويه بيسين يعطيك صحه جيناج سباحه ستيرا لكن ناصر كله واقف على السلاله اللي ضربته شنيه كما حكيه بكري معناها مراد الشارج فيرال شنيه نجم تكون انت ضربتك شارج فيرال ضعيفه معناها كما نقولوا خذيت نوع من الانواع نتاع الاوميكرون هو مش قوي برشا نجم ترجع فيسا بس في نقطة عندي سؤال صغير تفضل دلوقتي البي سي ار في بعض الاوقات اوكي ممكن يبان ان انت عندك فيروس فولس بوزيتيف بس مش معدي يعني لان ممكن البي سي ار تعمله بعد يوم واثنين وثلاثة وعشرة وخمستاشر يوم وعشرين يوم ويبقى عندك اللي هو ما بيفرقش ما بين الفيروس ولا غلط لا ممكن تأكد يعني الفيروس ما بتأكدش هل هو معدي أو مش معدي أعتقد أن لازم اللجان الطبية بالنسبة لكرة القدم تعمل حاجة معينة غير البي سي آر ستاندرد بروتوكول غير البي سي آر لأن في الآخر هو المين أو الأساسي بالنسبة للفيروس ربنا يعافي الجميع هو السي تي هو الأشعة المقطعية إن ما يكونش فيه مشاكل في الرئة فأنا لازم الناس تجتهد إن مش معقولة إن لأن ممكن يكون عندي فيروس بس مش معدي فبالتالي أقدر ألعب ما عنديش مشكلة يعني ما فيهاش مشكلة هو ده السؤال يطرح نفسه كابتن لأنه إلى حد اليوم البروتوكول ستاندرد يقول عندك معناها كورونا ولا اوميكرون موجود راهو لازمك عزل ولازمك تبعد لانه فيه بوسيبيليتي نتاع عدوى الى حد اليوم هما يخموا توا باش يعملوا اكثر فحوصات وكشوفات باش يحاولوا كيفاش يقللوا العدوى لكن اليوم باش نرجع على كلمه معناها اللي كنت تحكي فيه انت على المستوى الفني اليوم كره القدم ما عادش لعبه ستاتيك ايوه ما عادش لعبه ثابته بالزبط. ما عادش فما لاعب عندي اني يلعب وسط ميدان دفاعي خلينا في النقطه الطبيه في علاقه اليوم الدكتور عبد الله المحضاوي يخلط التحق بوفد المنتخب التونسي ومختص في امراض القلب والشرايين ربما بعد الكلام اللي صار على بعض اللاعبين تمسوا معناها على مستوى القلب وعلى مستوى طبعا كنت في اتصال هاتفي معاه هو في الطائره لا في الطائره بالاس ام اس بشيق عم متابعه الحاله الصحيه للاعبين كلهم اللي اصيبوا قاعدين معناها قدامنا طبعا قائمه اللاعبين التونسيين اللي اصيبوا بالكوفيد 19 في اي اطار تدخل التعزيز الطبي في هذه المرحله بالذات؟ لانه تعزيز طبي مختص وتعزيز طبي عالي الجوده وفائق الجوده معناها الدكتور عبد الله هو رئيس الجمعيه التونسيه للقلب والشرايين والرئه وبالتالي هو باش يتبع اللاعبين اللي اصيبوا بكوفيد 19 اللي هما برشا 13 باش يتبعهم حاله بحاله ويتبع معناها ليفوليسيون معناها نتاع التطور نتاع الحالات نتاعهم ولا قدر الله لا قدر ان شاء الله ما نتمناوش حتى حد لو هناك وجود اعراض جانبيه او ثانويه او لا قدر الله باش يكون هو معناها متفطلنها من اول لحظه كنت في اتصال هاتفي معاه يقول لي خذيت اول المعلومات قال لي اول المعلومات بالتليفون ما فماش حالات خطره الحمد لله قال لي الحمد لله قال لي اني نخلط بعد ساعتين هو يخلط على الساعه 11 تونس الساعه 11 قال لي دوب ما نخلط باش نمشي ونشوف ونثبت ونحاولوا ابارتير من غدوه ان شاء الله باش ياخذ هو وطبيب المنتخب ياخذوا معسكر طبي باش يتلهاو باللاعبين المصابين بالكوفيد في نفس الاطار مراد عادل مهم راهو نقولوا حاجه لانه البعض في تونس قد يقولوا كيف يعني الجامعة التونسية لكرة القدم تقرر في آخر لحظة أنه تستنجد طبيب قلب خلينا نكون واضحين أكبر الأندية في العالم وأكبر المستشفيات في العالم وأكبر المنظومات الصحية في العالم تعترف اليوم أنها لا تعرف شيء الكثير عن هذا المتحول هكا ولا شفنا في الـ NBA تفاجئوا أحيانا هو ابنه في إن شاء الله يوصل نهار يلعب في الـ NBA في باختبارات ساعة قبل المباراة ذكرها الحادثة ساعة اللي قبل المباراة واللاعبين في نفس النزول وما يخرجوا من حتى بلاصة وتمارين فردية وقاعة فارغة ورغم ذلك صارت مشاكل البرازيل والأرجنتين مباراة بطلت بسبب عدم احترام البروتوكول وعلى العموم تشوف حتى الحكومات الحكومة الإنجليزية يعني مش بعد دقيقة فقط على الكرة الحكومة بوريس جونسون اليوم في إنجلترا كانت أكثر بلد سكر صحيح واكثر بلد عمل الفايروس وانت عشت في لندن وتعرف قابلنا في لندن وتعرف والتسكير والاختبارات وكل اليوم بوريس جونسون قال لهم نحن نفتحوا كل شيء نرجعوا للحياه العاديه
لانه باش نعملوا على ما يسمى بمناعه القطيع. علاش نقول في الكلام هذا؟ لانه يجب احيانا انه البني ادم يعترف انه لا يعرف. اننا نكتشف هكا ونتكلم. صحيح. معقول. انا مش اخصائي لكن نسمع. رانا كل يوم يومين نكتشف اشياء حول هذا المنتخب. المانيا وتطورها العلمي اليوم نحات الجماهير من الميادين من بطولات البوندسليغا من مباريات البوندسليغا. انجلترا عم تعكس. وانجلترا اللي كانت هي الاولانيه بادرت توا رجعت حلت. نعطيك التجارب برشا تجارب مثلا في البلدان الاسكندنافيه حلوا من الاول ومن بعد سكروا. استراليا سكرت وعملت اجباريه التلقيح ورقم واحد مصنف عالميا في كره المضرب في التنس اللي هي حاجه ما كانوا يسخيلها حتى حرمتهم من المشاركه في الاستراليا اوبن لانه القانون فوق الجميع. هذا قانون موجود في استراليا ما يدخل حتى حد مش ملقح حتى ولو كان اقوى لاعب في التاريخ في التنس. كابتن يعني الحقيقه انا بتكلم على تجربه شخصيه الحقيقه، يعني احنا في مصر معايا نحترم الامر ونحترم منظمه الصحه العالميه ونحترم كل الامور، بس الحكومه المصريه الحقيقه ادارت الموضوع بشكل رائع، يعني ما فيش تسكير تماما. في حفاظ وحاجات من دي، بس في الاخر عايشين حياه طبيعيه، يعني الحياه طبيعيه جدا في مصر، الحياه طبيعيه. اللي عنده فيروس بيروح وبعد كده بيتعالج وهكذا، انما الحياه دوره الحياه ماشيه يعني. فانا شايف الحقيقه في مصر سبقت انجلترا كمان في مساله عدم التسكير. تحترم الامر بس تعايش مع الفيروس طبيعي جدا ممكن واحد يتعب شويه. صورتي مصر 120 مليون تحطهم في الديار وتسكر عليهم مستحيل. فانا شايف الحقيقه قبل ما انجلترا تفكر في الموضوع ده او قبل ما كتير من البلاد تفكر ان هي تتعايش مع الامر، الحكومه المصريه تعايشت المرحله النهائيه لانه التسكير عمره ما كان حل. كابتن بالزبط. التسكير يقضي على معناه العائلات وعلى الموارد وعلى كل شيء وعلى الاقتصاد. هذه قناعه لتوت الدول الاوروبيه في فرنسا بالزبط. يعني تقريبا 300,000 حاله ولا اكثر في النهار بقاو يعيشوا. وبعدين في بعض الاوقات ممكن انت من الـ من الـ من التوتر ممكن اصلا تعيا. يعني انا بتكلم بشكل عام في مصر، بتكلم بشكل خاص مع اولادي مع بيتي، ما حطتهمش في الرعب اللي هو ما حدش يلمس حاجه، ما حدش عايشين طبيعي يعني حياه طبيعيه. نختم معك النقطه هذه. انا مش نحكي على النقطه الطبيه هذه ومش نزيد نربطها بالجانب الكروي. انا نرى اللي المنتخب التونسي والجامعه التونسيه لكره القدم عملت قرار ممتاز جدا بانها جابت الدكتور المختص في القلب، لانه بهذه الطريقه تبين اللي هي على باز، يعني عندها علم بما يمكن ان تؤول اليه الامور، خاصه بعد حاله أوباميانغ وليمينا اللي ظهرت اللي التاثيرات على القلب كانت سبب من اسباب انه منتخب الجابون يخير انه يسيبهم للانديه نتاعهم ويعيدهم الانديه نتاعهم. فبالتالي انا نعتقد انها نقله نوعيه في الإحاطة الطبية باللاعبين، وأنه تزيد تنقص العبء على طبيب المنتخب التونسي اللي ب 13 لاعب عندهم حالات كورونا، تصبح معناها الأمور بالنسبة لي صعبة جدا، خاصة وأنه الإطار الطبي التونسي عنده حاجات أخرى على مستوى العناية باللاعبين. بالنسبة للجانب الكروي أنا نمشي مع نادر السيد في قوله بأن المنتخب التونسي أصبح عنده نوع من المناعة ملقح، وأول تلقيح راهو جاء للمنتخب التونسي كان مباراة سوريا ما ننساوش هذا. ثاني تلقيح جاء للمنتخب التونسي اللاعبين اللي جاءوا بالطائرة في ظروف استثنائية اللي هو دراجر والطالبي ودخلوا في البطولة ونجحوا. ثالث تلقيح هو مباراة مالي، ورابع تلقيح والأصعب في تاريخ الكرة التونسية هو الذي سيأتي في مباراة غامبيا. وبهذه التلقيح وبهذه المراحل المتصاعدة في وتيرتها أعتقد أننا بصدد بناء شخصية المنتخب التونسي اللي نحبه نوصلوه، وإن شاء الله يكون هذا التحليل صحيح بالنسبة للمنتخب التونسي. بيه تحدثت عن المنتخب التونسي والتعامل مع ماكسيموما أكثر من 4 تلقيح ما عادش يبصر حتى فيروس. يعني نقطة هامة تحدث عليها في علاقة طبعا بالكوفيد 19 والتعامل مع هذه الوضعية، وأيضا الخيارات اللي بيكون عند المدرب الوطني في علاقة بمباراة غدو. ما عندوش برشا خيارات، لا فنية لا تكتيكية لا بشرية. شوف شو قال في النادة الصحفية مع مبعوثنا إلى هناك ملك ساسي، ثم نعود الحديث عن هذه المواجهة. دوري كمدرب
كناخب بالمنتخب التونسي باش نركز تركيز تام على إيجاد الحلول فوق الميدان وباش نكونوا متوازنين ونوصلوا الأهداف نتاعنا على مستوى النتائج. ساسغيت لا مانيش باش نحط المسؤولية ولا لا عندي لا الرغبة ولا النية باش نحمل أي طرف مسؤولية اللي صارت على مستوى الإصابات هذوما. المنتخب والجامعة مؤسسة فيها بليزير سيلول، كل سيلول عندها المهمة نتاعها وكل واحد في المجال نتاعو يحاول يخرج أحسن ما عنده. جولات الكل نحبوا نلعبوا، نحبوا نمثلوا تونس، نحبوا نمثلوا المنتخب نتاعنا. المرض ينجم يصير، معناتها ينجم يجي، معناتها حتى أنت في البيت وحدك. احنا قاعدين نعملوا لابسين الماسك، نعملوا اللي نجم اللي نقدروا عليه باش ما نمرضوش. أما على غالب حتى في وقت من الأوقات عملنا خيارات متاع أربع حراس، برشا ناس تسائلت وما فهموش علاش معناتها أربع حراس. اليوم الحمد لله رؤية استباقية متاعنا، كما عملناش الخيار ذاك اليوم رانا لقينا حارس بارك موجود اليوم على الميدان، ومتعرفش عليه شنو نجم يصير في المقابلة. وقت اخترنا في القائمة ثلاثة أريلا تيرو على اليسار ومام حتى ثلاثة على اليمين بحكم علي نجم يلعب في جهتين، حتى كنت نعرف اللي كون المركز هذاك حساس والمركز هذاك مهم برشا في التنشيط الهجومي تاع المنتخب التونسي. ووضعية اللاعبين وقت تتعمق ووقت تعمل متابعة علمية متابعة بالمقابلات بالحالة الصحية متاعه تعرف اللي كونه فما برشا احتمالات تجم يصير. كانت رؤية استباقية. اليوم الحمد لله عندنا ظهير أيسر هو علي العابدي موجود في المنتخب وباش يكون موجود غدوة إن شاء الله. ربي يحفظ اللي بقى وإن شاء الله الناس اللي مرضت يتعافوا ويرجعوا عاونوا المجموعة نتاعها. مرة أخرى نقول لك عندي ثقة كبيرة في الناس اللي موجودين وباش يمثلوا تونس إن شاء الله أحسن تمثيل. جوي أفونس وماتش لا بور سو كاليفي باسكو مانتنون أوني با كاليفي، مازلنا مش مترشحين للويتيام ومازلت مقابله قدامنا لازمنا نربحوها باش نترشحوا. وشفتوا في البسيكولوجي نتاع المنتخب التونسي ما نخافوا من حتى منتخب، ما خلقنا حتى منتخب، جاهزين لاي منتخب. سي ان سيني دو كونفيونس باش نلعبوا ونعرفوا اللي كونوا نتلهوا برواحنا، نعرفوا اللي كونوا نحضروا روحنا كما يلزم. وبقدرة السميع العليم المجموعة هذه قادرة باش ترفع التحديات كل سون كالكول وما غير ما نغزروا حتى شوما هكا اللي هو الخير ولا هو الأحسن ولا هو الأفضل للمنتخب التونسي. كانت هذه ندوة صحفية للمدرب المنذر كبير عشية المباراة. أكيد الآن الموعد مع أفريقيا بيد سونساز والمسابقات. نحن اللي توالسة يقولوا عليهم المزهرين، نحن نلعبوا وديما نلعبوا، نربحوا ونزيدوا نربحوا، وفلوسنا كاش وديما مضمونين. كل واحد وتكتيكو، كل واحد باش يستباخر. مع أفريكا بيت 216 محسنين مضمنين. أفريكا بيت 216 اربح وعينيك مغمضة. اليوم فقرة جديدة من الموقع الأول للرهان الرياضي وألعاب الحظ، نحكيه على أفريكا بيت 216 اللي أصبح غني عن التعريف ويحظى بشعبية كبيرة لدى المتراهنين. هذا الكل ما جاش من عدم، لأن الموقع قانوني وذو جودة عالية علاوة على أن جميع حقوق المتراهنين محفوظة. بالنسبة للمتراهنين اللي ما زالوا ما جربوش الموقع هذا، لازمهم يدخلوا من توا على www.africabet216.com ويقوموا بعملية التسجيل ويتمتعوا بالعديد من الامتيازات الخاصة والحصرية. دونك كالعادة نمر مع أفريكا بيت للربح والمسابقات. والربح دائما متواصل مع تواصل بطولة أفريقيا للأمم والمشاركة التونسية التي نأمل أن تكون استثنائية في هذه الدورة. مسابقة اليوم خاصة بلقاء المنتخب التونسي غدوة 8 متاع الليل، فما 8 طبعا متاع الليل، فما 5 جوائز بقيمة 100 دينار لكل واحد فيكم يتبعوا فينا. وأيضا بالنسبة للحضور لكونسيتون الموجودين معنا
ألف دينار لمن يتكهن بالإجابة الصحيحة. وفيصل شد الأحزمة يا فيصل، شد الأحزمة، واليوم عندك خبراء خبراء الكل يعني تبركلا اليوم خبراء من النوع الرفيع والطراز الكبير والرفيع على مستوى التكهنات وقراءة طبعا المنافسين. نذكروا أنه مراد ذكرته أنا وتبارح، مراد هو كان الوحيد اللي تأكد أنه كاميرون ستتعثر في مباراة الثالثة الثالثة لا ما يلزم أربعة، يلزم تجيب أربعة تكهنات باش تربح. أي وقتها أنت كل إذا فما تكهن على ماتش واحد، ماتش واحد إذا فما أربع ماتشات أكيد أربع ماتشات. أما يعطيه الصحة مراد اللي تكهن بالإجابة الصحيحة. اليوم مش نختبر طبعا نادر السيد في علاقة بمباراة المنتخب الوطني التونسي ونظيره الغامبي. ماذا يقول الكابتن نادر عن هذه المواجهة تكهناتك؟ وما سيرش لو كان عندك ربما احترازات وعندك عادي جدا نتقبل الرأي والرأي الآخر بكل روح رياضية. لا لا لا، المباراة مكسب للمنتخب التونسي. النتيجة 2-1. 2-1 مراد. أنا أقول 2-0. 2-0 لمنتخب تونس. المنتخب التونسي سادق 2-1 دائما لتونس، ديما تونس دي. انا بعد باش نخلي فيصل باش نخلي اخر واحد مفاجئني بالنتيجه ربما مش متوقع 5-3 ما نعرفش. ناصر نفس الوضع بالنسبه لك انت 2-1 واحد بلاش 2 بلاش 2 بلاش. واخيرا فيصل شنو يقول؟ كنت باش نقول 2 بلاش لكن ناصر ومراد نقول 3 بلاش. خالف طارق لا والله متفائل متفائل. نقول لك عليه 3 بلاش نجم نسجلوا 3 اهداف. المنتخب تولد من المعاناه. لا بي 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 خلينا نكون واقعي. أي. المنتخب التونسي في ظل هذه الظروف أي. ينجم يسجل 3 اهداف؟ انا نساله اساله امر. نقول لك عليه ينجم لانه عندك 11 محارب مش يهبطوا بعقليه اخرى. الواحد بثلاثه واربعه لاعبين مش يعوض زملائه وبروح انتصاريه كبيره، فبالتالي خلينا نكونوا معناها ايجابيين معاهم ومتفائلين وخلينا نكونوا متفائلين وهذوما اولادنا، واذا ما عندناش ثقه اولادنا فشكون عندنا ثقه يا اخوي. برافو يعطيك الصحه فيصل احلى. لا بس انا معاك في رايك، يعني هم لاعبين ما لعبوش قبل كده. يعني انا لو اللاعب لو الفريق فول تيم اقول لك اه ممكن يكسبوا 3 او اكتر من 3، انما باحساس اللاعب اللي لسه لاعب لو جاب 1-0 هيدافع، هيخاف على الواحد وبعد كده يعني. فانا قصدي 2-1 يعني من وجهه نظري ده الماكسيمم، يعني مش تقليل من اللعيبه انما انا بتكلم على لو اللاعبين حسب الوضعيه. الوضعيه لو بيلعبوا بالفول تيم اقول لك ممكن يروح لبعيد يعني 3. مراد حاب يدخل حاجه؟ لا فما حاجتين. التعويضات باش تكون التعويضات بمعنى التغييرات. التعويضات خاطر احنا كلمه اخرى فك علينا التعويضات لطف علينا. التغييرات ماهيش تكون كبيره في المباراه، نتصور باش يعمل 3 تغييرات على اقصى تقدير. والحاجه الثانيه عادل احنا نحبوا 2 بلاش ولا 3 بلاش، لكن نتصور وانه بعد الشوط الاول باش تكون فما حسابات، لانه اذا كان الفريق رابح ومترشح في المرتبه الثانيه مثلا ما نعرفش شنو الحسابات بالضبط نتاع الطاقم الفني باش يولي يقول لك رد بالك من الاصابات، لانه زاد عندنا مباراه ثمانيائي دونك من العقوبات ومن الاوراق الصفر. انا في رايي ماهيش باش تكون مباراه، باش تكون مباراه تاع حسابات يا مراد لا تكون مباراه. انا راه قلت 3 بلاش لاسباب عديده. اول سببين انك انت والناس عملتوا الملكيه الحصريه على 2 بلاش تحب تربح وحدك. اي وثاني حاجه يا اخي خلينا نكونوا متفائلين. ليه؟ ان شاء الله ان شاء الله. هذاك البعد العاطفي حكينا عليه. عاد احنا كان تحب يمكن نعطيه التشكيله باش تبدا. لا خلينا نكمل عاد مع طبعا افريكا بيت 216 ونقول اللي شروط كيف العاده لابد ان نذكروا بها بالنسبه للناس اللي تحب تشارك وتدخل للصفحه. اكيد بالنسبه لتونيزي جيمنج الشروط انك تكون عندك طبعا العمر المعين اللي يناسب طبعا يخلي لك الامكانيه باش تدخل، يعني المتراهنين يكون عندهم سن الرشد صح التعبير. وايضا تدخل على افريكا بيت 216 تعمل بيج جيم للصفحه وتمركي تبارتاجي 5 من اصدقائك باش تكون عندك الامكانيه للمشاركه في كل المسابقات الخاصه بالمنتخب التونسي بكاس امم افريقيا وحتى بالمباريات الخاصه بالكؤوس والبطولات الاوروبيه. فتحيه من افريكا بيت للمنتخب الوطني التونسي وحظ سعيد لكل المتراهنين. نحن اللي توانسه يقولوا عليهم المزهرين.
نحن نلعبوا وديما نلعبوا نربحوا ونزيدوا نربحوا وفلوسنا كاش وديما مضمونين. كل واحد وتكتيكو، كل واحد باش يستبخر مع أفريكا بيت 216 محسنين مضمنين. أفريكا بيت 216 اربح وعينيك مغمضة. نرجع مع طبعا لقاء المنتخب التونسي، التشكيلة المحتملة في ظل هذه الظروف، في ظل هذه الوضعية في الشارع المنتخب، بأي طريقة بأي لاعبين؟ هل أنه يوسف نجم يكون يعني في بداية المباراة نجم يكون جاهز بدنيا باش نجم يلعب؟ يعني مازال كرجع برشا أسئلة. نبدأ مع ناصر بودي. بالنسبة للتشكيلة يمكن اللي غدوة إن شاء الله تمثل المنتخب التونسي. أسمع ما عندك سبق اليوم في التشكيلة تقريبا هذيك تونس كل تعرفها. فما أن جور بريم هذا باش نحكي لك عليه حسب استعملنا أزمة ثقة ناصر بالكلام هذايا. تو انت في مقام المدرب في عوض تشجعوا معناها مشى جاب التشكيله هذه معلومات وتليفونات خدمه ساعات وساعات. يكون في علمك سي مراد في الكوبا راب كل ليله عنده سبق في كل ليله مباراه صحيحه بالنسبه مئوية كبيره عنده عصفوره باهي يخدم تليفونات قبل ما يجي للبلاتو ومجيد يتغشش. نحيو مجيد القبطي. حبيت نقول باش يكون بسعيد بيان سور الجارديان حمزه المثلوثي على اليمين، العيفه والطالبي في الاكس، باش يكون العابدي في على اليسار، باش يكون السخيري ومعاه العيدوني ومعاه بن سليمان، الجزيري باش يكون ملاعبي مهاجم، باش يكون الخاوي، وفما امكانيه ما بين المساكني ولا رفيعه باش يلعبوا القدام. حسب اعتقادي هذه يمكن التشكيله اللي باش تمثل المنتخب التونسي بنسبه مئويه تقعد ديما كبيره ان شاء الله. فيصل على كل ناس فماش اختيار كبير. انا بالنسبه لي التشكيله معناها ال 11 اللاعب ما فماش تغييرات كبيرة، معناها فما ثلاثة تغييرات بالنسبة لثوابت المباراة السابقة. ثلاثة تغييرات هما العابدي، وعندنا العيدوني اللي يهبط أساسي المرة هذه، ويوسف المساكني ولا حمزة رفيعة. ولو أني أنا شخصيا نخير أنه يكون يوسف المساكني نظرا للقيمة الاعتبارية والقيمة الكروية والخبرة متاع يوسف المساكني باعتباره قائد الفريق وباعتبار معرفته بالأجواء الفريقية. يبدأ حاضر بدنيا، واعتقد أنه يوسف المساكني مش باش يكمل المباراة ومش يستحق شكون يهبط في عوضه بعدك. وفما حاجة أخرى أنا حبيت نحكي عليها، هي أول مواجهة تاريخية بين غامبيا وتونس باعتبار غامبيا أول مرة تشارك في كأس أفريقيا. ثم حاجة أخرى يلزمنا نحطها في حسابنا، إن شاء الله إن شاء الله أمنية، وأعتقد أنه ال 12 مليون تونسي يشاطروني فيها الرأي، إن شاء الله كي تجي ضربة جزاء تسجل ولا يكون المنتخب التونسي هو أكثر منتخب أضاع ضربة جزاء من أنغولا 2010 ضيع 4 ضربة جزاء. إن شاء الله غدوة إذا فما ضربة جزاء تجد طريقها للشباك إن شاء الله. ما نعرفش أنا مراد السؤال يطرح نفسه اليوم، فما برشا انتقادات وجهت للمدرب منذر كبير عند إعلان القائمة، خاصة في علاقة ببعض اللاعبين ويلعب في البوليفالون ويتبدل براجل اليوم العابدي واختياراته أيضا لأربع حراس وغيرها من الانتقادات اللي توجهته اليوم في ظل هذه الوضعية الصحية والتطورات. تعتقد أصبح مصيب أو أصاب في الاختيارات نتاعه إلى حد ما؟ تاريخ المدربين الكبار تصنعه إما الأزمات أو الصدف. الأزمة والصدف خليت وأنه اختيارات منذر الكبير اليوم طلعت صحيحة. أربع حراس، زوز مرضوا بالكورونا، حمد الله عندنا حارس رابع ينجم يعوض بن سعيد إذا كان غدوة تصير إصابة. لو كان ما استدعاش، معلش أنا آسف للتدخل، في أبرد في مصر فيها أربع حراس؟ أما في فرق ما خذتش أربع حراس. العابدي أنا أعتبره أنه تظلم برشا وقت اللي خرجت القائمة بكل ما نعرفش علاش إدارة الاتصال في الجامعة استعملت الكلمة نتاع بوليفالون، معناها لا حطته لا مدافع لا وسط لا هجوم، ظلمته شوي. حطته أريير لاتيرال يعني عطاته تسمية خصوصية لي خلت الجمهور الكل خلي نقولوا يتمسخر عليه شوي. مراد هي خارجة عن الموضوع التسمية، معناها عمرنا ما ريناها في حتى ليستا. أمور شكلية من الآخر. قيمة اللاعب أنا نتبع فيه علي العابدي في الدرجة الثانية الفرنسية قاعد يلعب، قاعد يقوم بمستوى ممتاز. مراد قاعد يلعب على اليمين أكثر من يلعب على اليسار، قاعد يلعب في اللي بوست الكل. ينجم يلعب في دفاع بأربعة، ينجم يلعب في وسط بأربعة، ينجم يلعب في وسط بثلاثة، عنده قليب، عنده قوة شخصية. أنا لاعب بصراحة نحترمه برشا. فنيا ومهاريا نجموا نختلف، ما تنجمش تقارن علي العابدي بعلي معلول، هذا واضح.
لكن ما نتصورش وأنه مردوده باش يكون كارثي ولا باش يكون بغض النظر على قلت لك أنا حبيت نقول لك حاجة. هذه كلمة البوليفالون راهي ما تخيلش قديش مهمة في كرة القدم. هو فما ملاعبيه يكونوا عندك في الإكيب وانه ينجم يلعبوا في اكثر من بوست مركز واكثر من مركز. اليوم وقت اللي تلقى روحك في وضعيه في مشكل انك الملاعب هذاك ينجم يحلك المشكل، راهو مهم برشا في فريق كي يبدا يكون عندك ملاعبي ولا زوز يكون بوليفالون باش تستعمل في غسره في ماتش في وضعيه كيما هذا، خاصه في تورنوا. هي التشبيه نتاع البوليفالون مهم برشا انك حتى في مجموعه كي تمشي تقول انا عندي ملاعبي ينجم يلعب في برشا مراكز، ينجم يكون صالح في كل مركز. حتى حد ما يشك في امكانياته وراهو مكسب كبير اليوم اللي نلقاه في ظل معناها الهجمة الكبيرة اللي عملتها علينا الكورونا، نلقاو لاعب كيما علي العابدي بالخصال الهجومية متاعه اللي تشبهوا برشا بعلي معلول، ولكن لاعب أيضا في فرنسا انضبط برشا دفاعية. صحيح. صحيح. علي العابدي كان تفرجتوا عليه في الليك دو في فرنسا ماهوش علي العابدي نعرفوه احنا. صحيح. اللي كان يخلي ظهره عريان، اللي ما يرجعش في الروبلي، اللي بعد ساعات عنده شوية سهوة. علي ولا منضبط، ولا لاعب كرة قدم معناها برتبة جندي، يعرف وقتاش ياخذ كولوارو، يعرف وقتاش يطلع، وقتاش يبلوكي، وقتاش يدخل وسط الميدان، وقتاش ياخذ ليل، وقتاش يعطي الباس، وقتاش يسنتر، ولا منضبط. ونزيدك معلوم بربي ناصر، غدوة تونس باش تلعب بثلاثة في محور الدفاع، لأنه علي العابدي في أكثر الأوقات باش يكون على مستوى خط وسط الميدان، لأنه الفريق الجنبي باش يعطينا الكرة، وماهوش باش يحاول كيفاش يبريسينا، وباش يحاول كيفاش يضربنا في الكونتر أتاك، وبلذا علي العابدي باش نلقاوه برشا في الهجوم، باش يعاوننا على مستوى يخلي الاسباس المساكني باش يدخل، باش علي العابدي باش يوزع، باش يكون مفتاح لعب ممتاز. وكليمة بربي خاطر ما كنتش حاضر معاكم، انتقدنا المثلوثي معناها مش في شخصه. انتقدنا المثلوثي في المباراة الأولانية كان متوسط. حبيت الوليد نعطيه حقه ونقول له برافو عليك ويعطيك الصحة، كنت في أحسن مستوى وشرفتنا. وحتى الحركة اللي خرجت أني بيرسونيلمون جو سوي دو لافي دو مراد، أني تفرجت على 5000 ماتش في حياتي ولا أكثر، حركات أكثر منها تصير في لحظة متاع سخانة. وليد سوبريسيون تعرض برشا فهمتني سبان وضغط واحد وكل شيء، أني جو سوي با دو لافي نذبحوه، بالعكس اللاعب نتاعنا ناخذوه نحتويوه نطلعوا له معنوياته نعاتبوه بشويه، اما وفين انتهي سايين تعداو اللي بعده، واش نعملوا له طاله اربع كراسي اش بيك عملت هكا. والناس قعدت بيت الرياكسيونات على السوشيال ميديا 4-1 رانا رابحين، والعباد مركزه مع مثلوثي ومع حركه نتاع اربع شيء. هذه مباراه نتاعنا تعطينا الانطلاقه، نجيو تو لوسط الميدان العيدوني والسخيري ما همش كيف كيف. أونكور أون فوا نفسروا للناس راهو اللي ريناهم بكري وسط الميدان باش يكون عندنا لاعب فذ ممتاز اللي هو الياس الصخيري اللي كيلعب أون تونك هو لاعب ريجيستا باسو معناها اللي هو سونتينيل نسميوه احنا لاعب ارتكاز في وسط الميدان قدام الديفونس كونتر موريتانيا اعطانا برشا ستابيليتي وكان هو لاعب المحور الثالث، لكنه ملي مشى من مونبولي الكل غادي خذاه التعليمات باش يولي يمشي لقدام، وهو مراد يتبع برشا البوندسليغا ويعرف ولا يسجل ولا يتبع الكره الثانيه، ولا لاعب ممتاز تكنيكمون مع بن سليمان اللي باش يدخل في اللاكس يكون لنا رقم 10 الثاني، وبالتالي عندنا الحلول وان شاء الله غدوه يخاوي بور اون بروميير فوا يورينا برشا من الكره اللي عنده اللي قعدت انكسبريمي. سينو الجزيري تبارك الله عليه وليد سان لوي تونس تفقد الكثير من النجاعة وفق الهجوم. واضح. نتحدث الآن عن فرضيات الترشح بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي والمنتخبات التي قد يواجهها في الدور الثمن النهائي، تقرير لعزيز الجباري. مفاجآت مدوية في النسخة 33 من الكاد، منتخبات عريقة تتهاوى من الدور الأول وأخرى تصنع الحدث وتكون الاستثناء في المرحلة الأولى من المسابقة الإفريقية. معطيات خلت الكارتة تتمشك والجميع يتحدث على فرضية ترشح كل منتخب والخصم المحتمل في الدور القادم. بالنسبة لعناصرنا الوطنية فإنه نسور كارتاج على موعد مع 3 احتمالات من أجل التواجد في الدور القادم. في صورة الترشح في المرتبة الأولى النسور تبقى بمدينة ليمبي، المنتخب سيواجه وقتها صاحب المرتبة الثانية في مجموعة الكوت ديفوار، الجزائر، غينيا الاستوائية وسيراليون.
في صورة الترشح كثاني المجموعة تونس تتحول لمدينة بافوسا، وين باش تكون على موعد مع مواجهة المنتخب الغيني وصيف المجموعة الثاني. في صورة الترشح كأحسن ثالث، المنتخب الوطني سيواجه إما متصدر المجموعة الثالثة أو متصدر المجموعة الرابعة. في كان الكامرون كل السيناريوهات والفرضيات ممكن، لا مجال للتوقعات والأحكام المسبقة. بالنسبة للنسور 90 دقيقة حاسمة في انتظارهم أمام المنتخب بالغمر. رغم الظروف الصعبة المهم هو الظهور بوجه مشر يليق بعرق الكرة التونسية. دونك غدينا فكرة على حظوظ المنتخب التونسي والمنتخبات التي قد يواجهها طبعا بعد ما نتعرف على نتيجة مباراة الغد اللي في كل حالات لازم المنتخب التونسي يحاول يفوز بها لضمان التأهل وأيضا لمعرفة طبعا المنافس نتاعو. دونك إذا نتأهلوا في المرتبة الأولى باش تبقى تونس في ليمبي، ماهيش باش تغير المكان والملعب، ولأنه نتصور برشا ملاعبيه يتمناهم يغادروا هذه المدينة الأجواء اللي وربما ما فهمش شكون يقول لك زاد استانسنا فيها فيها وعليها. دونك وإذا عندك زوز ملاعبيه كبار أحيانا نعرفش نادر أحيانا خليك شوية معلومة ساعة وبعد نكمل معك مراد. دونك يبقى في ليمبي ويواجه الثاني من مجموعة الجزائر وساحل العاج وغينيا الاستوائيه وسيراليون. في صوره التاهل في المرتبه الثانيه ينتقل طبعا يتوجه الى مدينه بافوسام ويواجه الثاني مجموعه السنغال غينيا مالاوي وزيمبابوي. وفي صوره التاهل كاحسن ثالث مواجهه الاول من مجموعه المغرب غانا الجابون وجزر القمر، او الاول مجموعه مصر ونيجيريا والسودان وغينيا بيساو. المهم انا ما نشوف نواجه المنتخب المصري حالا رشحنا في المركز الثالث. حاب نذكر انه منتخب غامبيا او غامبيا موجود 150 عالميا و46 افريقيا في التصنيف الدولي او تصنيف الاتحاد الدولي لكره القدم. والمشاركات السابقه لم يستطع هذا المنتخب التاهل لكاس افريقيا طوال تاريخه، حيث تعتبر هذه هي المشاركه الاولى في تاريخ هذا المنتخب. يعني رغم اللي ما فماش تقاليد كبيره في المشاركه على المستوى الافريقي، لكن يبقى منتخب يفرض الاحترام في نهايه الامر. المباراه انا تفرجت مباراه ضد مالي، تفرجت فيه انا ضد مالي خوفني بصراحه، فريق عجبني محترم، فريق يلعب يعني ماهوش فريق نتاع حسابات، عنده مواهب عنده فنيات محترمه وموجود حتى تكتيكيا. علاش قلنا الفرق صغيره انتهى؟ ما عادش فما فرق ما عندهاش اليوم الريفلكس يعني الدفاعي او الرجوع وقت يخسر الكره، هذا الكل موجود عند المنتخب الغربي. وعندك نقطه هامه زاد مراد لابد بالتذكير بها، انه المنتخب هذا ترشح في المجموعه اللي فيها الجابون فيها انغولا وفيها منتخب الكونغو الديمقراطيه، كانت من اصعب المجموعات وسبق وحكينا وصدق يعرفوا مليح مليح. انا فما ملاعبي كنت نتبعه معنا برشا في السيريال الايطالي اللي هو موسى بارو، خمس ملاعبيه عنده في الدوري. اما موسى بارو هو ابرز واحد يلعب مع بولونيا، وكان هكا احتضنه ميهايلوفيتش الكوتش المعروف، وكنا قلنا وانه تقريبا من اجمل الحركات اللي ريناها في الدوره الكل المخالفه المباشره اللي حتى على العارضه واللي كانت حقيقه حركه رائعه جدا من مسافه بعيده يس من تقريبا في ال 30 35. يعني دوبيلنا هذا فريق يكور يلعب عنده فنيات، ماهوش في سكر دفاعيا، ماهوش من نوع الفرق اللي باش يلعب تسعه ولا 10 لاعبين دفاعيا. دونك انا نتصور انه عندنا باش تكون عندنا مباراه فيها فرجه. كلمه اخيره، انا في رايي الحسابات اللي قلتهم كل انا ما نعتبرهمش مهمين، مريت حتى فريق تونس ما تنجمش تربحه، حتى استثناء صغير ممكن نيجيريا والكامرون، لانه الكامرون تلعب في بلادها ونيجيريا عجبتني. كل الفرق الاخرى بما فيها الفريق المصري كلعبنا ضده تونس نجم تتفوق عليه في رايي من غير حتى مشكلة. انا بس عايز اقول حاجه، ان المباريات المجموعه التصفيات الاولى للتاهل بتكون صعبة جدا جدا، يعني بتكون صعبة حتى تكملة الكلام مراد وفيصل قال ما بقاش في فرق صغيرة، في المجموعات صحيح. المجموعات من بعد كده يبقى في فرق صغيرة صحيح. يعني في دور ال 16 هتلاقي الفريق الصغير هو صغير والفريق الكبير هو كبير، انما في بداية البطولة الأفريقية بيبقى أصلا أساسا زي بالظبط كده ما كتير من الأوقات احنا بنترشح للاسف الشديد من كاس العالم، ويبقى اهم حاجه عندنا ان احنا نعمل ماتشات كويسه في الدور الاول، ممكن تخرج
تلعب ضد مثلا ايطاليا، تلعب فرنسا، تلعب الارجنتين، البرازيل، فعايز تعمل ماتش كويس. الفرقه الصغيره اللي جايه عايزه تعمل ماتش كويس قدام تونس، الجزائر، مصر، المغرب، نيجيريا، كوت ديفوار، فبيلاقوا مشكله كبيره الفرق الكبيره. فلو انت ما احترمتش الفرقه الصغيره اللي معاك في المجموعه ولعبت بحذر شديد جدا هتخرج بره البطوله. وياما فرق يعني ما احترمتش الفرق الصغيره، غانا مثلا، غانا من مرشحه لكاس العالم الى خارج كاس افريقيا. فالمباريات التصفيات يعني بطوله افريقيا بالذات، يعني بكلم بخبرات سابقه، شاركت خمس بطولات افريقيه، المباريات الاولى في المجموعات بتبقى صعبه جدا. على كل حال، تصديقا لقولك كابتن، نتحدث اليوم على خروج المنتخب الغاني، وتحدثنا على ان مفاجأة مدوية في هذه البطولة. في سنة 2013 تونس في المرتبة الثالثة، يعني آخر مرة غادر فيها أبرز المنتخبات دوري المجموعات، ومراد كان اقترح هذا الموضوع، يعني تونس في كان 2013 المرتبة الثالثة، الجزائر في كان 2017 المرتبة الثالثة، الكوت ديفوار في كان 2017 أيضا المرتبة الثالثة، مالي في كان 2017 نفس المرتبة الثالثة، السنغال في كان 2015، جنوب أفريقيا في كان 2015 المرتبة الرابعة وغادرت، المغرب غادر في كان 2013 كان المرتبة الثالثة، غانا في كان 2021 كما حكينا، ومصر في كان 2004 كانت في المرتبة الثالثة. وانت كنت موجود؟ وانا كنت موجود. ما احترمناش الفرق اللي كانت، كان معنا الكاميرون، كان معنا الجزائر، ما كانش في احسن حالتها الجزائر في الوقت ده، كان معنا زيمبابوي. لكن على ذكر الجزائر والكلام اللي قالوا ميدو، يعني احدث ضجه غير عاديه هو ده ميدو، يعني انه صار اتفاق على انه المباراه يقع فيها يعني التعادل حتى يقع اقصاء المنتخب الجزائري، وانت كنت طرف في هذه المباراة. انا كنت كابتن منتخب طبعا. احنا نقول اذا انت ما في بالكش مصيبه الماء يجي تحت ساقيك، واذا في بالك مصيبه اكثر. طبعا لا، احنا لعبنا اول مباراه كانت مع صفاقس في صفاقس مع زيمبابوي، كسبنا زيمبابوي، وبعد كده لعبنا الماتش الثاني مع الجزائر في سوسا، خسرنا المباراه دي 2-1. خسرنا المباراه 2-1، ولعبنا المباراة الثالثة اعتقد في المنستير. المنستير. ينطقها بالكدية اخويا، شبعها بمصريتك هكا. المنستير. 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 خلاص المنستير. الحقيقة أنا أول مرة أسمع الكلام ده بمنتهى الأمانة. يعني ممكن وارد جدا ميدو، هو كان محترف أعتقد وقتها في فرنسا في مارسي، ممكن يكون اتكلم بشكل شخصي مع سامويل إيتو، ممكن. انا ما بقولش او لا، بس انا اول مره اسمعها، زي ما انتوا سمعتوها اول مره انا اول مره اسمعها، وزي ناس كتير ممكن ميدو يتكلم بشكل شخصي، احنا عايزين نخرج، عايزين نتعادل. إيه لما سمعتها اول مره شو كانت رده فعلك؟ هم كلموني الحقيقه، يعني الاعلام في مصر كلموني قالوا لي تعلق وبتاع، قلت لهم يعني هو ده ميدو، ممكن يكون الموضوع شخصي، يعني مش عايزين نكبر الموضوع وانا ادخل اتكلم وده يتكلم ولا وناكد ونصدق ونكذب، لا يعني موضوع ابسط من كده، ممكن يكون فعلا شخصيا هو اللي يتسال عن الموضوع ده ميدو، يعني هل هو كان في حد عارف الكلام ده ولا انت لوحدك؟ اعتقد ان هو كان ممكن يقول له ايه مثلا، بيحصل يعني بالراحه شويه، ما تشدوش قوي، مش عايزين نطلع مع بعض، ممكن كده اعتقد يعني. واضح، خرجت منها بسلام، يعني خرجت منها بسلام وبدبلوماسية عودت عليها. تلميذك كابتن، تلميذك بلا باك. وتكمل الكلام نادر، ريغوبير سونغ اللي كان قائد فريق الكاميروني كان كذب واستغرب، قال ما ممكن 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 بشكل شخصي، ممكن وارد يعني ميدو يعملها، انا عارف ميدو يعملها، ميدو يعملها يكلم مثلا مع حد من اللاعبين يقول له احنا عايزين نخرج متعدين، يقول له اوكي نو بروبلم مثلا، يعني ممكن يعني ايه تنجم تصير، ما عادي تنجم تصير، تنجم تكون عنده علاقه بيت، شنو عليه عملتها انت يوم لعبي؟ شو عليه تنجم تصير؟ تصير يا اخي، شو معناها الناس تنجم تصير؟ يعني تأيد حاجات كما هكا تصير؟ تنجم تصير، اليوم بالتجربه اللي عملناها الكل تنجم تصير، مش لازم اني نكون عملتها، ما نسمع ممكن تحصل ايه مثلا، ممكن مثلا فما علاقه ما بينك وبين، في علاقه مش علاقه تآمر، انما ممكن مثلا بتلعب ماتش مثلا مصر وتونس على سبيل المثال، وفي لعيبه في تونس بيلعبوا في مصر، ولعيبه من تونسيين بيلعبوا في مصر، وفي صداقات، ونتيجه مثلا بقت 2-0 3-0 مثلا على سبيل المثال، وممكن تروح لاكثر من كده، فممكن يقول له
خلاص كفايه انت يعني ما بقاش شكلنا وحش وبتاع. ممكن وارد يعني بيحصل الكلام ده في المانيا هو بشكل فردي. المانيا اخسر الجزائر وقتها واحنا زاد المانيا في مباراتنا مع بولو المانيا بولونيا هيك ولا النمسا 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 مع النمسا 82 دي مؤامره دي اخسر الجزائر ولا وعندك الكومبينا نورديكا ما بين السويد والدنمارك فيش يقصي وايطاليا و78 مش اخسرته زاد 78 حزب عندك السته بتاع الارجنتين والسته بتاع الارجنتين مع البيرو عام 78 لازم تربح سته بلاش الارجنتين مش تربح بيرو سته بلاش مش تلعب دور نهائي ربحت بيرو سته بلاش. على كل حال بما انه نحكيو على المنتخب الجزائري ووضعيه صعبه صراحه لمنتخب الخضر كان مرشح بارز للعب الادوار الاولى في هذه البطوله ولا زال مرشح بارز تنتظر مباراه هامه ومصيريه غدوه ضد منتخب الكوت ديفوار. ماذا عن هذه المجموعه وما هي وضعيه منتخب الخضر في هذه المجموعه؟ مردود محير والنسخه الحاليه في كان الكامرون خليته يطبع في قاعه ترتيب المجموعه الخامسه بنقطه واحده بعد تعادل مخيب للامال في الجوله الاولى ضد منتخب سيراليون. منتخب جزائري اصبح يفكر جديا في فرضيات المنتخب الايفواري في الصداره باربع نقاط خلف غينيا الاستوائيه بثلاث السيراليون بزوز والجزائر بنقطه واحده. كل السيناريوهات في البال والخروج من الدور الاول قد يمثل كابوس للجماهير الجزائريه. جوله ثالثه لا خيار فيها الا الانتصار لاسعاد الانصار. مواجهه كسر عظام بين الجزائر والفيل الايفواري عنوانها الترشح لدوزيام تور. بلا شك هي المواجهه والاختبار الاصعب لجمال بالماضي منذ تولي الاشراف على المنتخب الجزائري. طبعا وضعية صعبة للمنتخب الجزائري حد ما كان ينتظر هذه البداية الصعبة وهذه الوضعية المعقدة. كابتن نادر اعتقد كابتن عادل ده الكلام اللي انا بقوله الجزائر لا يعني لم تحترم المنافسين ولعبوا بعصبية شديدة جدا جدا وانا دايما بقول ان شخصية الفريق من شخصية المدرب يعني شخصية المدرب شخصية هادية أو شخصية حازمة أو شخصية حاسمة أو شخصية عصبية بيبقى أداء اللاعبين اللعيبة بتبص للمدرب تشوف هل هو عصبي. فأنا شايف إن أداء المنتخب الجزائري ضيعوا فرص كتيرة إنما الأداء أداء عصبي أداء يعني عايز إن هو من أول دقيقة يكسب المباراة وخلاص ويخلص عشان يتأهل إلى بعد كده أو إن هو بيفكر فيما بعد الدور الأول يعني كتير من الأمور وفي نفس الوقت هربت المباريات هربت من المنتخب الجزائري يعني عصبيه اللي هو مش زي ما بقول في مصر كده مش مد اخوانا يعني اللي هو ايه ده هو احنا فعلا مش هنكسب هو فعلا الفرقه ممكن تكسبنا ايه ده احنا مش عارفين نجيب جول ده يعني فدخل في توتر 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 فبالتالي المباريات هربت منه يعني لما بنيجي نتكلم على منتخب جزائري من جميع الخطوط من جميع النواحي هو منتخب مميز منتخب مصنف افريقيا وعالميا يعني انما ان يكون في المركز الرابع النهارده المنتخب الجزائري بنقطه واحده مع 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 سيراليون مع غينيا مع كوتيفوار اوكي انما حتى كوتيفوار كمان يعني كمان ممكن ان هي برضو مش 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 في احسن احوالها يعني فانا بقول في الادوار الاولى دايما لو انت ما احترمتش المنافس حتى لو كان منافس عشان كده انا عجبني النهارده المنتخب المصري المنتخب المصري مع المنتخب السوداني اللي احنا كسبناه 5-1 في البطوله العربيه بيلعب باداء متوازن ما بيلعبش بخطوط مفتوحه. خلينا نحكي على السلوكيات ربما بتاع المدرب هو مدرب كفء مدرب يعني قدير جمال بالماضي ربما هذه العصبيه الزايده على اللزوم يعني تعديت للاعبين كابتن ولا ايوه طبعا اللعيبه بتبص على المدرب بتشوف اداءه وبتشوف الرياكشن بتاعه وبعدين هو جمال بالماضي ما بيوجهش يعني هو واقف على الخط هو ما بيوجهش يعني ما بقولش مثلا تعالى هنا اقف ما تروحش ما بيتكلمش كلام فني انما حتى كل الرياكشنز اللي جات له كلها توسلات اكن يعني اللي هو ايه يعني
احنا شخصية المدرب المحب، يعني شخصية المدرب بتأثر على شخصية الفريق بطبيعة الحال، بيبقى عصبي جدا ومش مصدق نفسه. فلا انت لازم تتوقع كل شيء بالنسبة لكرة القدم يعني، وتتوقع كل شيء من المنافس. وهو غينيا كون ان هم كسبوا سيراليون، او غينيا كسبوا ان هم يتعدوا ويكسبوا الجزائر، فبالنسبة لهم ده بطولة خلاص. لكن هو نفس المدرب اللي بتحصل على 35 مباراة بدون هزيمة، هو بيدو نفس المدرب اللي تحصل على كاس افريقيا في مصر. عادل، هو النقطة كلها نصر ان احنا ما بنشككش في قدرات جمال بالماضي. لا هو هو نفس ستايل، لا هو بيدو جمال بالماضي. ما نتصورش اليوم انا جمال بالماضي في مصر وقت اللي تحصل على البطولة كاس افريقيا، ما كانش جمال بالماضي المدرب الرصين اللي كان ديما متفاعل، كان في حماس موجود هو بنفس الطريقة. لكن ربما ناصر ما نعرفش توافقني ولا لا انت وكابتن نادر، وسؤال مطروح للجميع، انه الحماس زاد على حده بعد ما أصبح عنده غاية أنه يحطم الرقم القياسي للمنتخب الإيطالي على المستوى المحافظة على عدم الهزيمة وتحقيق هذا الرقم القياسي العالمي، باش يدخلوا أحبابنا أم كرانا في التاريخ ومن باب الكبير. يعني حتى في التصريحات يقول هذا آخر شيء يخموا فيه، لكن الثابت أنه مر هذا حتى للاعبين لأدائهم لعقليتهم لأذهانهم، وأصبح الكومبورتمون تاعهم والتصرف تاعهم مقترن أساسا بأنه عدم الهزيمة ثم التفكير فيما بعد في الانتصار. وقت تدخل عندك ضغط أنك حامل اللقب، وكل الفرق معناها تنتظر فيك باش تنتصر عليك، ثم ضغط أنك تحطم في ارقام قياسيه ولابد من المحافظه على هذه الميزه، فاكيد ما تنجمش تكون في اوج عطائك حتى تفقد تركيزك. وشفنا يعني الكم الهائل من الفرص اللي اخلقها المنتخب الجزائري والعجز الغريب في تجسيمها. كابتن عادل، نقطه ان المشكله ان في كثير من الناس بيربطوا الاحداث ببعضها. عشان انا كنت بطل افريقيا معنى كده ان هبقى بطل افريقيا تاني، معنى او ان انا كسبت المباراه السابقه، المنتخب التونسي مثلا كسب المباراه السابقه 4-0، يبقى انا هكسب المباراه دي اللي جايه معايا. لا، كل مباراه لوحدها، كل بطوله لوحدها. لو احنا بنعتمد نصر على ان احنا بنكسب فبالتالي هنكسب، يبقى نقعد بقى في البيت، ما نتمرنش، ما نجتهدش، كل مباراه الحقيقه بتاعتك. برافو عليك. انما اكيد ان مكسب بطوله افريقيا بيدي دافع، زي ما حصل مع مصر في الثلاث بطولات المتعاقبه مع بعضها. فاكيد بطل افريقيا جاي ممكن يكون سلاح ذو حدين، سلاح انك انت عندك الدوافع ان انت تحقق بطوله افريقيا، وعندك الثقه وعندك القوه، وانك انت شايل حمل على كتفك جاي بيه، فبالتالي انت عايز تثبت للناس كلها انك انت كنت تستحق وجدير ببطوله افريقيا السابقه يعني. فانا شايف ان ده ضغط، هو عملوا الضغط على المنتخب الجزائري. لا يعني مراد. أنا بصراحة زوز مانيش موافقكم، لأنه تقريبا نستمع شبه يوميا التصريحات جمال بالماضي، وشفت زوز مباريات. خلينا نكونوا صريحين، لأول مرة تقريبا في منعرش 7-8 دورات كأس إفريقيا نتفرج فيها، رأى فريق غير محظوظ مثل الجزائر. صحيح، بصراحة معناها حارس غينيا الاستوائية لو تطلب منه يعاود المباراة اللي عملها 10 مرات ما يعملهاش، حارس سيراليون عمل مباراة يعملها مرة في 10 سنوات يعني. جمال بالماضي والله عاودوا تفرجوا، وأنا نهتم ديما بالبعض الاتصالي، الندوات الصحفية نتاعو الكل كان محترم جدا، كل مرة قال نحترم، قال نستحق الهزيمة ضد غينيا الاستوائية، قال حاجات أخرين. وقت الكرة ما تحبش تدخل ما تنجم تعمل حتى شيء، أنت خلقت اللعب، خلقت الفرص، بعد نجموا نحكيو في بعض التفاصيل. هل أنه بونجاح كان في الدورة اللي تعطيه مفاتيح اللعب الهجومي، إسلام سليماني وين كان، يعني على مستوى تجسيم الفرص. أما صراحة أعتبر في رأيي على المستوى الاتصالي لا يمكن أن ألوم على جمال بالماضي. بعدين هذا مدرب طموح، أول مرة فريق إفريقي جاء جمال بالماضي، جاء منذ سنة أقل من سنة، قال أحنا في قطر حبوا نترشحوا ونحبوا نفوسوا بكأس العالم. علاش ليه؟ حرام انه مدرب عربي افريقي ولا افريقي يقول نحبوا نفوزوا بكاس العالم، مش حرام. لا حاجة. مين قال كده؟ بالعكس. وثانيا حكايه 35 مباراه بصراحه معناها يدخل للتاريخ جمال بالماضي، ويدخل كذلك للتاريخ بمشاكلهم في التجسيم
وأنا نعتبر أنهم بصراحة ما كانوش محظوظين. ولو صحيح غينيا الاستوائية جاتها فرص والمبولحي كذلك نحى كور يعني مراد معلش عفوا أنا أسف لما تعمل 11 فرصة في مباراتين بص يعني أنا ما عنديش معلومة بس أنا بكلم على خبرات سابقة الكرة مش عايزة تدخل ليها أسبابها ما فيش حاجة ما لهاش أسباب ليها أسباب أسباب ترابط أنا ما بقولش في ما فيش أسباب انسجام أسباب عدم إخلاص وجدية في التركيز أسباب تسرع أسباب توتر أسباب تعالي أسباب ثقة زايدة في أسباب ما في أسباب يعني في أوقات كتيرة جدا الكرة بتدخل أو يبقى فيها نوع من أنواع ولما السبب يكون 5 سنتي 5 سنتي 10 ما هي بتخرج 5 سنتي زي 50 سنتي اسمعني لا مش قصدي مش قصدي أنا قصدي في أسباب في كرة القدم انك انت ما تكسبش مباراه بيبقى فيها اسباب سبب تكتيكي لازمنا نحكيه عليه ويكون نبهنا منه سبب تسرع سبب تكتيكي نبهنا منه قبل ما تبدا كاس امم افريقيا المنتخب الجزائري تخلى البطوله الافريقيه هو في تفكيره وفي مخه باش يلعب المباراه الثالثه مع الكوت ديفوار اللي باش تعين شكون باش يكون بطل المجموعه بالنسبه لي مباراة لولا ضد سيراليوني ومباراة غينيا السيوائية كانوا زوز مباريات مربوحين بنسبة محسومين. كبيرة جدا محسومين بنسبة 100% وهذا المنطقي سمحني وهذا منطقي أما كما كنا نحكيهم بكري في نوع من الثقة المفرطة منطقي أما خويا عادل عيسى مندي ضيع المهاجم كامارا متاع سيراليوني وكاد يسجل كامارا في دقيقة 17 والدقيقة 18 من بعد زوز مخالفات خذوها من الفريق سيراليوني بالرأس وكادوا يسجلوا في الشوط الأولاني وخرج الشوط الأولاني سيراليوني ثلاثة فرص واضحة للتسجيل والجزائر فرصة واحدة في الشوط الثاني محمد كامارا اللي هو الحارس قدم عرض استثنائي وكان خفاش معناها من نوع آخر هذاك يحسب له لكن عادل لازم نرجعوا للجانب التكتيكي كي تلعب ضد فريق اللي هو غالق المساحات ويستنى فيك في شطر الملعب نتاعه ويلعب لك على الهجمة المرتدة وما عندوش سلاح آخر هذاك كما نقولوا في الطليان بروفينشيالي معناه جمعية تجيبش تسكر وتلعب على الهجمة المرتدة عمرك أنت ما تلعب عادل بلاعب ارتكاز وحيد اللي هو كان بالقبلة وتلعب فغولي وبراهيمي اللي هما زوز نوامر عشرة واللي هما ما يعملوش الجانب الدفاعي كثيرا وبالتالي الحكاية هذه ما صارتلوش النكسة ضد فريق سيراليوني وما سجلولوش صارت له مع غينيا السيوائية لأنه كان فما لاعب إيبان سلفادور عوض ثلاثة لاعبين على مستوى الجانب الدفاعي والجانب الهجومي وكان فريمون معناها بالفرنسية يقولوا بوازون سم معناها للفريق الجزائري جست باش نكمل الفريق غينيا السيوائية سدد أربع مرات على المرمى مع الجزائر والمبولحي نحى ثلاثة أهداف واضحة قبل تسجيل هدف وبعد تسجيل هدف غينيا السيوائية خرجت ثلاثة مرات في وضعيات اثنين ضد اثنين وثلاثة ضد ثلاثة ولذا الجزائر لازم ترجع للثوابت بلاعبين في وسط الميدان اللي يكونوا لاعبين محترمين للجانب الدفاعي ويقولوا للوبليغاسيون ديفنسيف ولكن سمحني اليوم سليماني وبنجاحي نجم يكونوا مش في نهارهم بالقبلة وإلا بندبكة لنجم يكونوا مش في نهارهم على المستوى الدفاعي لكن باش نختم عادل علاش في نظر الناس الكل والملاحظين الكل جمال بالماضي عنده نوايو فقط يهبط كأساسي اللي هو يستثنى زرقان لاعب شارلوروا المتميز يستثنى زروقي يستثنى خاصة سعيد بالرحمة اللي نعاود ونقوله أحسن لاعب جزائري بعد محرز أحسن لاعب جزائري حاليا في البريمير ليج وأحسن لاعب في الشامبيونز ليج مع السيتي لكن سعيد بالرحمة تعطيه 7 دقائق في المباراة الأولى وما تهبطوش في المباراة الثانية ألوركو لاعبين فما لاعبين نقولوا احنا معنى عندهم غطاء كوادر ومغلفهم بالماضي كما ابراهيمي وفغولي انتو شابل لازمهم يهبطوا قبل الاخرين اليوم ظهر بالكشف اللي لازم التبديل لازم فريق الجزائري يراجع حساباته على المستوى الدفاعي بسرعه مراد يمشي فيصل بسرعه ابراهيمي خيب الامال موافقك 100% ولعب جمعيتك المفضله ديما ننساها بالناصر متوسط جدا بالناصر فريق ميلان متوسط جدا قداش يمهز لقب في ايطاليا نسيت برشا دونك بالناصر كذلك مخيب كذلك جدا أمين. جدا راجع من اصابات عديده ومن كوفيد داير هذا اكزامبل من الاكزامبل بالناصر خيب الامال اما ما يمنعش المنتخب الجزائري انا حسب اعتقادي انا غدوه ينتصر على الكوت ديفوار
في المراحل الجايه كيما بكري قال نادر فما منتخبات وقت اللي تتعدى المراحل الصعيبه باش ينتصر باش ينتصر وباش يتعدى وباش ينتصر غدو لانه حذر مباراته على احسن وجه ولانه الخط الخلفي لفريق كوت ديفوار ضعيف جدا راو 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 فما في الكوره احنا تو عشناهم عشناهم لي جور سون اللي نحكيو عليهم في كوره وقت اللي زاد الكوره تعطي بظهرها واني ما تحبش وتتمركى بونتو يتبدل فيزيونومي نتاع الماتش اللي تحكي عليه الكل راو الكوره وقت اللي انت تمركي في وضع حساس تولي نحكيو على ماتش اخر ومباراه اخرى. انا حسب اعتقادي ان المنتخب الجزائري عنده من الاليات وعنده من الامكانيات اللي نجم يمشي لبعيد وغدوه كي باش ينتصر على الكوت ديفوار باش يلقى روحه في المرحله الجايه باش يولي من احسن المنتخبات متنافسه على الكوت ديفوار. فايس نختم معك. خويا تكتيكيا فنيا جابوا كل شيء، انا مش نحكي على بعض التواريخ المهمه جدا. المباراه هذه مش تكون المباراه التاسعه بين الفريقين، ثلاث انتصارات للكوت ديفوار، اثنين انتصارات للجزائر وثلاثه تعادلات. الكوت ديفوار والجزائر من المباريات اللي اصبحت في السنوات الاخيره في كاس افريقيا كلاسيكيات افريقيا، فيها ياسر كوره، ياسر اثاره، ياسر اهداف، اشياء حلوه ياسر. المنتخب الجزائري اول ما لعب مع المنتخب الكوت ديفوار كان ذلك في اثيوبيا عام 68 خسر 3-0. وقتها كان كوت ديفوار عنده المهاجم الكبير اللي معروف في افريقيا بوكو. في 92 الكوت ديفوار خرج الجزائر في السنغال عام 92 بثلاث اهداف للا شيء، عبد الله تراوري، يوسف فوفانا، وجوال تي نتذكروه. ثم في 2010 المنتخب الجزائري فاز على منتخب الكوت ديفوار بثلاث اهداف لهدفين بعد الوقت الاضافي. اخر مباراه بين الفريقين كانت في مصر، كانت مباراه متعادله هدف لهدف. في نهاية الأمر المنتخب الجزائري هو اللي فاز بالركلات الترجيحية. يعطيك الصحة على كل هذه المعلومات. هكا نوصل لنقطة نهاية حلقة اليوم، الوقت عدى بسرعة. إن شاء الله غدوة نلتقي انطلاقا من الساعة 10 ليلا، يعني بعد مباراة تونس وغامبيا. نتمنى التوفيق وحظ سعيد لنسور قرطاج في هذه المواجهه. قبل ما نختم نحب نشكر ايزي كاترينج اللي وفروا لنا الكونفور بلاتو في برنامج التاسعه كان، واللي مختصين في اعداد الوجبات للشركات والمدارس الخاصه. فالف شكر لايزي كاترينج. الشكر موصول للكابتن ونجم الكره المصريه والعربيه نادر السيد مغداي. ايضا نادر بيشكر معنا زاد غدوه اكيد باش يتابع معنا المباراه هنا في استديوهات قناه التاسعه، واكيد نطلعوا بعد في التحليل. ايضا شكر موصول لمراد دائما متالق، الدكتور كيف كيف، فيصل شعبان يعطيك الصحه، ناصر جودي منورنا. الشكر لاحلى جمهور، وبالتاكيد الشكر لاحلى مشاهدين. نلقاكم باذن الله تعالى غدا انطلاقا من الساعه